في ساحة العروض اللي افتقدت الحشود امتلأت منصتها بأولى قطاعات موظفي الدولة خروجا احتجاجيا على أزمة العملة وارتفاع الأسعار جرائها. إنهم موظفو هيئة ومستشفى الجمهورية إذ دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل رافعين مطالب عدة أبرزها رفع الراتب الذي صار مقارنة بالعملات الأجنبية المتحكمة بالسوق لا يساوي متوسطها أقل من 100 دولار، فيما أسعار السلع في ازدياد لا تحكمها أي معايير في ظل غياب رقابي من وزارة التجارة أو الغرفة التجارية. واحد يكون حق الراتب 60,000 50,000، في معانا عمال خدمات 14 اللي هم متعاقدين 14,000 واللي هم خدمات لهم سنين، يعني نتحدث 25 و30,000. ايش بتجي وسط الغلا هذا كله؟ ايش بتجي وسط الغلا ده كله؟ حرام حرام حرام، يعني يجي الشخص للبيت حقه مش عارف قوته ايش بياكل، بياكل عياله. يا رئيس الحكومة فين موزرة حقك؟ نحن اصبحنا ميتين داخل عدن. غير بعيد عن الساحة عقد مدير البنك المركزي مؤتمره الصحفي الأول منذ تعيينه بحضور أعضاء مجلس إدارته، لكنه لم يقدم أي جديد ينتظره الشعب المنهك، إذ دارت أحاديثه حول المتداول من تبريرات تأثير الحرب واللا استقرار محملا جهات مجهولة مسؤولية المضاربة بالعملة. المحافظ زمام لم ينسى شكر المملكة السعودية بالرغم من ضآلة المبلغ المقدم منها والمقدر ب200 مليون دولار، واكتفى مدير أرفع مؤسسة ينبغي أن تتحكم بالحالة المصرفية بوعود محاولات إبقاء العملة على ما هي عليه دون ارتفاع أو هبوط. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.